طيب احنا بنتكلم عن توجيهات الشريعة الإسلامية في معالجة الأنانية، والمشاهد الكريم دلوقتي خلاص بقى عنده كده فكرة ان الأناني ده شخص ما بيحبش الا نفسه، وان الأناني دوت ممكن يضر وممكن يؤذي لانه ما يهموش غير مصلحة نفسه وبس. طيب يا ترى الأناني دوت، تخيل حضرتك يعني الإنسان اللي بيظلم والإنسان اللي بيؤذي والإنسان اللي بيضر والإنسان اللي باصص في إيد غيره، إيه الأخلاق اللي بيتقلب فيها؟ ده لا شك يعني إن كل اللي إحنا بنقوله دوت هي أمور كافية بأن تجر عليه قائمة عظيمة من مساوئ الأخلاق حقيقي. وعلى رأسها الحقد والحسد والبغض والكراهية. عارف حضرتك أول معصية من مخلوق لربه كانت معصية إبليس، لما ربنا سبحانه وتعالى يعني شامله الأمر لإبليس بأن يسجد لسيدنا آدم، وطبعا السجود سجود طاعة ليس سجود لشخص نفسه يعني. تمام. هنا إبليس سجد ولا ما سجدش؟ لا ما سجدش. فربنا بيسأله أنت ما سجدتش ليه؟ أنا خير منه. شوفي بقى أهو التكبر، الغرور، طبعا. الأنانية، إزاي؟ لا أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من ما من وجاءت الآيات تطرى تبرز أن إبليس كان ينظر إلى نفسه على أنه هو الأعز، هو الأكرم، هو الأميز من آدم عليه السلام. فنخلي بالنا يا جماعة الخير من الأسباب الرئيسة للأناني الحسد والبغض والكراهية، وأنه يرى نفسه متعاليا على الآخرين. الشرع الشريف بقى بيعالج القضية دي وبيعالج صفة الأنانية، هي بتسمى بالأثرة، فعلى طول عكسها يبقى الإيه؟ الإيثار. طيب إيه رأي سيادتك بقى في الموضوع ده؟ النقطة دي أنا شايفة أن ديننا الحنيف بيعلمنا عليها من وإحنا صغيرين، من أوائل الأحاديث اللي أطفالنا بيدرسوها من المدرسة الابتدائية ويمكن من قبل كده. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دي ألف به. وبنتعلمها في البيوت من أول ما الأم بتأمر أو بترسخ جوه الإخوات إنهم يدوا لبعض الحاجات الحلوة اللي بيحبوها، لما يجيب حاجة لنفسه يجيب لأخوه أو لأخته معاه. لما يجيله خير أو يجيله هدية يتقاسمها مع أخوه أو مع جاره أو مع صديقه. دي زراعة من أولها. الإسلام من الديانات الراقية والسامية جدا فيما يخص الأخلاق. مش دين عبادات بس، إحنا ديننا أساسه معاملات وأخلاقيات. التكاليف جزء منها كان بيخدم الجزئية دي، جزئية التكامل. جزئية إن البني آدم ما يقدرش يعيش لوحده وما يقدرش ياخد الخير لوحده وما يقدرش يستأثر بكل شيء، فلو استأثر حد مننا بكل شيء هيعيش إزاي؟ صحيح. حتى سنن الله في, 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 في الكون فينا كبشر الزواج. حضرتك متخيل كيفية الزواج من شخص أناني؟ طبعا ممكن تكون جحيم. قصة صعبة جدا. وكتير من المشاكل الزوجية وكتير من المشاكل بتهدد المجتمع إذا كان الزوج شخصية أنانية أو الزوجة شخصية أنانية. وهتستغرب حضرتك إن كل توجيهاتنا بتبقى في اللقطة دي بمزيد من الحب ومزيد من التفاهم ومزيد من الحنان ومزيد من الود، طمعا في إن احنا نحاول نغير الطبع ده ونحاول نيسر عليه التراجع عن هذه الصفة الصعبة والغليظة، واللي في الآخر هتدفع كل المحيطين بيه للنفور منه. لأن مع التعامل ومع السن ومع السنين ومع الخبرات حضرتك هتكتشف أن الشخص ده بيستفيد منك فقط. صحيح. ولا يفيدك ولا صحبته بالنسبة لك تنفعك، لا في دينك ولا في دنياك. فهتقترب منه ليه وتبقى معاه ليه؟ صحيح. يمكن أنا يعني هستنبط من حضرتك كده ثلاث حاجات. تفضل. الحاجة الأولى أنك حضرتك صدرتي معالجة الشرع الشريف لصفة الأنانية بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لإيه؟ لنفسه. جميل قوي. وشوفي بداية كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أولا يا جماعة الخير خلي بالنا كل ما يصدر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو محفوف بعناية الشرع الشريف، محاط بالعصمة الإلهية، مسدد بالوحي المشرف. يعني إيه؟ يعني كل ما يصدر عن النبي من قول أو فعل، أول ما تسمع النبي بيقول كلام عليك أن تتأمل هذا الكلام، صدر فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أن تنظر إلى هذا الفعل وإلى هذا الحال النبوي المشرف. ليه؟ لأن ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عبثا، وإنما محاط ومحفوف بالعصمة وبعناية الشرع وبالوحي المشرف. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الكلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه لأخيه
بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف هنا لا يؤمن، هو مش بينفي الإيمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي بيتكلم عن الكمال في الإيمان. عارفين حضراتكم لما نيجي نقول فلان وفلان ده، نبقى احنا عارفين ان هو مؤذي ويضر الآخرين وعنده اخلاق فاسده كثيره، فنقول اقول لحضرتك ايه رايك في فلان، تقول لي ده مش انسان. يعني ايه لا انسان؟ يعني هل انا انفي عنه انه انسان له عين ولسان وجوارح؟ لا، انا لا انفي عنه هذه الناحيه الجسديه، ولكن انفي عنه القيم الانسانيه، او نفس الكلام بالضبط. لا يؤمن، انا لا انفي عنه الايمان، ولكن انفي عنه الكمال في الإيمان. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيديك كده يعني سبب رئيس رصين يوصلك إلى الكمال في الإيمان. إيه هو السبب ده؟ اللي بتحبه لنفسك حاول تحبه لمين؟ لغير. اللي هو ده ينفع عنك صفة الإيه؟ صفة الأنانية. اللي هو معناه الإيثار. يعني إيه إيثار؟ يعني أن تقدم غيرك على نفسك في النفع والدفع، في النفع له وفي الدفع إيه؟ وفي الدفع عنه. يبقى ده جميل قوي أن حضرتك صدرت معالجة الشرع الشريف بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.